السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زميلتكم منى اسلام من تيم اور كورس. النهارده هنشرح السبت الخامس بعنوان فيرتيجو. يعني ايه فيرتيجو بقى؟ فيرتيجو بالبلدي كده معناه ان واحد حاسس بدوخة وعادي قاعد في امان الله عادي جدا، بس حاسس بدوخة وحاسس المكان اللي حواليه هو اللي بيلف. تمام، فطبعا ده احساس خاطئ لان هو لا بيلف ولا المكان اللي حواليه بيلف. فاول حاجة نكتبها هنا فولس، فولس سنسيشن اوف موفمنت. تمام، يا اما بسبب البيشنت هيمسيلف هو حاسس ان هو اللي بيلف، او حاسس المكان اللي حواليه هو اللي بيلف. ممكن تكون مشكله في اللابرنس، مشكله في الاذن الوسطى، الاذن الداخليه معلش، او السنترال كونكشن اللي هي ايه النيرفات، ماشي، الفيستيبولار نيرف مثلا بايظ او اتقطع او ايا كان. طبعا كل ده هناخده في اثناء الايه المحاضره. تمام، ايه الفرق بين الانسان الطبيعي تمام والانسان التاني اللي عنده فيرتيجو؟ تمام، الحاجات اللي بتحافظني على التوازن هما 3 خطوات. احنا عارفين ان احنا بناخد سنسيشن من الحاجات اللي حوالينا، من عين، من الاذن، ومن الكلام ده كله، باخد سنسوري انفورميشن تمام، وابدا اوديها للمخ، والمخ ده هيترجمها لي ايه الاشارات، فخليني اعرف اتحرك كويس، يعني ما تروحش يمين وشمال، جسمي متوازن، انا مثلا مش بمشي رجلي اليمين اول بعد كده بروح ماشيه رجلي الشمال بقى بعد شويه، لا كل حاجه متوازنه. تمام، فانا باخد سنسوري انفورميشن من ايه؟ من الفيجن، من العيني. تمام، لازم تكون الطاقه اللي جايه من عيني اليمين قد الطاقه اللي جايه من عيني الشمال. تمام، تاني حاجه من الفيستيبولار بارت بتاع الانر اير، لازم تكون برضو الطاقه اللي باخدها من الودن اليمين نفس الطاقه اللي باخدها من الودن الشمال، بس ناخد بالنا انها الفيستيبولار بارت مش الكوكلر، لان الكوكلر مسؤول عن السمع، اما الفيستيبولار هو مسؤول عن التوازن. تمام، ايه تاني؟ البروبيسبتور بتاعت المسل جوينتس اند تندون، دي اللي هي الاشارات اللي بتيجي من الليمبس عامه عشان خاطر ابقى اعرف امشي كويس. تمام ماشي، ايه تاني؟ فابدا المعلومات دي كلها تروح للمخ، هيبدا يترجمها لموتور اوردرز. لمين بقى؟ للاكسترا اوكلر ماسل اللي هي عيني، عشان خاطر اخلي عيني ثابته تمام، ما خلاص تروح يمين وشمال. وايه تاني؟ والسباينال ماسل، خاطر اتحكم في الليمبس وترانك، عشان خاطر ابدا احرك جسمي كويس برضو بتوازن، عشان ما اقعش او ادوخ او كده. تمام ماشي، ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، ان الفيرتيجو ده عامل زي الصداع. يعني ايه عامل زي الصداع؟ الصداع ما ينفعش اجزم ان الصداع ده يكون بسبب مرض معين، لان الصداع ده بيبقى ايه عرض لامراض كتير جدا. نفس الكلام، ما ينفعش اجزم ان الفيرتيجو ده بسبب مرض معين، لا، لان هو ليه اعراض ايه عرض لامراض كتير قوي. تمام، فاهم حاجه في الفيرتيجو عشان اعرف اشخصه اخد هيستوري كويسه جدا من العيان. تمام، فلما اخد هيستوري هبدا احدد هل هو ترو فيرتيجو ولا سيتو فيرتيجو ولا سنترال فيرتيجو. وترو فيرتيجو ليه اسم ثاني اسمه بريفرال فيرتيجو، طبعا في سنترال في بريفرال اكيد. تمام، هبدا تاني حاجه اسالها له، او اول حاجه هنسال نفس الحاجه، اول حاجه اسالها له ابزوتيك، يعني ايه؟ هل هو بيجي لك كل شويه ولا هو ثابت معاك واصلا مفيش راحه، هو طول الوقت انت حاسس بدوخه؟ تمام، طيب زي ما احنا قلنا من شويه ان احنا عندنا الفيرتيجو ده ليه اسباب كتير، صح؟ ممكن يكون سبب في الاي ان تي، ممكن يكون سبب سي ان اس، ممكن يكون بسبب جي اي تي، ممكن يكون بسبب اي حاجه بقى، اي سيستم عامه. تمام، فانا هبدا اساله شويه اسئله عشان ابدا احدد هو في اي سيستم. يعني مثلا هبدا بالاي ان تي، هساله هل انت عندك مثلا مشكله في السمع؟ هل انت سمعك ثقيل مثلا، في حاجه بتنزل من ودنك او كده؟ تمام، طيب هل اه يبقى كده عنده مشكله في ان سي. ما قالش قال لا ما عنديش اي مشكله في الحاجات دي، خلاص كده انا هستبعد الايه ان هو في ان سي. الخطوه اللي بعدها هساله عن حاجه في الجي اي تي، هل انت عندك اسهال بترجع؟ تمام، قال اه يبقى كده عنده مشكله في الجي اي تي. حاجه زي مثلا الموشن سيكنس، الموشن سيكنس ده اللي هو مين؟ اللي هو دوار البحر. تمام، ده كده ممكن عنده موشن سيكنس. تمام، افرض هو ما عندوش الحاجات دي، هساله في حاجات في السي ان اس، هل انت مثلا عندك دايبلوبيا اتاكزيا؟ دايبلوبيا اتاكزيا ده معناه ان هو عينه مثلا ايه، هقول لكم، بدل ما يشوف حاجه واحده بيشوفها حاجتين. تمام، تمام، ده كده عنده دايبلوبيا اتاكزيا، ده مشكله في السي ان اس. عند مثلا جسمه بينمل، باراسيزيا، ويكنس، هدك، الحاجات دي كلها ايه اعراض للسي ان اس. تمام، ان كوردينيشن، دي كده اعراض ايه في السيربيلم، يعني هو اصلا مش متوازن عامه، مش اللي هو مثلا هو حاسس بدوخه بس، لا هو اصلا مش بيعرف يمشي كويس او كده. تمام، حاجه زي الجيت والكلام اللي احنا كنا عندنا السنه اللي فاتت ده. ماشي، ايه تاني؟ عنده مثلا هو مثلا جاله فقدان الوعي مره، هساله انت جالك فقدان الوعي قبل كده؟ لو قالك بقى مثلا داخ مره ووقع على الارض والكلام ده، بس هو حاسس ان هو حاسس باللي حواليه، هو مش فقد الوعي، لا هو ايه، هو تعب فوقع بس. تمام، ده كده لا هو كده عادي، مش فقد الوعي. لكن لو فقد الوعي ده معناه ان هو ما عندوش اي مشكله في الاي ان تي، فقدان الوعي ملوش علاقه بالاي ان تي، ده ليه علاقه بالسي ان اس، فكده ساعتها ايه ممكن نقول ان هو عنده ايبلبسي صرع. تمام، تمام، ناخد بالنا صوت الدكتور اكد عليها ان الاي ان تي مش بيسبب اي فقدان للوعي. تمام، تمام، هبدا اشوف هو اذا كان اتخبط قبل كده مثلا، بياخد ادويه مثلا اوت توكسيك دراج، معناه ان هو مثلا مشاكل، بياخد دواء بيعمل مشكله في الاذن مثلا، فبرده ممكن يكون دمر ايه اللابرنس اصلا. تمام ماشي، خلاص انا بدات احدد، خلاص انا خدت هيستوري كويسه وحددت اذا كان سيدو او في سنترا او بريفرال. ايه بقى الامراض دي او ايه الانواع دي؟ اول حاجه عندنا سيتو فيرتيجو، ده هو اصلا اسمه فيرتيجو كاذب، يعني هو اصلا ما عندوش حاجه علاقه بالفيرتيجو، هو ممكن عنده انيميا. ماشي، عنده انيميا، انيميا ده بقى عنده ايه بقى اعراضه ايه؟ هو المفروض مثلا لو واحد نايم على السرير، ماشي، الدم هنا بيبقى كويس، الدم بيوصل كويس للمخ، يجي يقوم مره واحده هيحس ان الدم ده هو بينزل تحت، يعني ف
المخ بيبقى مش وصل دم كويس، فبيحس بدوخه، بيحس اصلا الشاشه بتعمي شويه كده، في كام ثانيه كده بيتعموا حرفيا فيهم، بيحس باغماء تمام، بدوخه طول الوقت والكلام ده كله تمام. فده كده اعراض انيميا، اعراض انيمي تمام. فهنا بقول لك اهو البيشنت بتلاقيه فينتنج سنسيشن، معناه ان هو حاسس بالاغماء، بلاكنج اوت، الشاشه بتسود شويه كده، نيوزا اللي هو دوخه والكلام ده كله، بيحس ان هو فاقد الوعي او مقوم على السرير تمام. ده كده ممكن يكون عنده انيميا، ضغط دم واطي، اسيريوس كروز، كل الحاجات دي نفس الحاجه يعني. اسيريوس كروز برده صلب شرايين، فبرده الدم مش وصل كويس للمخ وكده ماشي. فكده ولا هو عنده مشكله في الاي ان تي، ولا عنده مشكله في ايه، في السي ان اس تمام. فساعتها بقى يروح لدكتور باطنه ربنا معاه. السنترال فيرتيجو بقى ده مشكلة ايه، في السي ان اس، فممكن يكون عنده ديزنس، جدنس ده معناه دوار، نفس التعريف يعني بتاعه ماشي. انستيتنس معناه انه عنده عدم توازن ماشي، ده اللي هو انه مشكله في السيربيلم مثلا، عنده عدم توازن مش عارف يقف كويس اصلا تمام. عنده ديس اريثريا، معناه عنده عسر في الكلام ماشي. عسر في الكلام ده ممكن يكون بسبب ايه، الاكسترا بارامتر تراكت مثلا باظ، اتضرب او كده، فده سبب الانفولنتري موفمنت بقتش موجوده اصلا. ممكن عنده مشكله في الكرينيال نيرفز اللي هو ديس اريثريا ماشي. ايه تاني ممكن عنده مشكله في السيربيلم، السيربيلم ممكن عنده مشكله اللي هو ايه، جيت مثلا، عنده جيت، فكده ده ساعتها اقول انه عنده ايه، مشكله في السيربيلم، فخلاص ده كده عنده سنترال فيرتيجو، فكده ساعتها يروح ايه لدكتور مخ واعصاب ماشي. طب ايه في نوع عنده اصلا ما عندوش حاجه من الحاجات دي، عنده مشكله ايه بتاعتنا احنا بقى، الانر اير ماشي، هيحس برده بروتاتري سنسيشن، يحس ان هو دايخ طول الوقت، بس هو ما عندوش اي مشكله في السي ان اس، وعنده تقل في السمع او في حاجه بتنزل من ودنه مثلا زي دم بص اي حاجه تمام. ساعتها اقول ان هو عنده ايه، بريفرال فيرتيجو تمام. بريفرال فيرتيجو بقى هبدا اساله كام سؤال كده. اول حاجه اساله، هل هو بيجي لك مره واحده، ولا بيجي لك يعني هو جالك مره واحده، ولا بيجي لك كل شويه بيروح يمشي ويروح يمشي ويروح تمام. فاول حاجه هو لو عنده سنجل اتاك يبقى حاجه من حاجتين، يا اما عنده حاجه انفلاماتوري تمام، يا اما عنده حاجه اتخبط مثلا او كده تروما تمام، يا اما عنده انفلاماتوري يا اما عنده تروما. هبدا اساله بقى بعد كده على السمع، هل انت بتسمع كويس ولا مش بتسمع كويس؟ لو مش بتسمع كويس تمام، عنده سنسور نيورو هيلينج لوس ماشي، مش بيسمع كويس، ده كده عنده ايه، لابنسايتس، معناه انه عنده التهاب في الاذن تمام، او انر اي تروما، اتخبط في ودنه او ودنه حصل لها تروما يعني تمام ماشي. طب افرض هو لا، انا سمعي تمام وكله 100 100، ساعتها هنقول ان هو ممكن عنده فيستيبولار نيورايتس، وهنشرحها يعني ايه، او موشن سيكنس برضه هنشرح يعني. موشن سيكنس قلناها من شويه اللي هو دوار البحر تمام، لانه سمعه كويس، هو عادي دوار البحر ده في ساعات نسمع عنده دوار بحر يعني ماشي. فهو عنده ايه، اما فيستيبولار نيورايتس اما موشن سيكنس، ده في حاله لو هو سمعه تمام تمام ماشي. عرفت ان هو عنده ريكارنت اتاكس، بتجيله بتروح كل شويه، يبقى كده هنساله برضه على السمع، هل انت سمعك كويس ولا سمعك مش كويس؟ لو مش كويس يبقى عنده كده مينور ديسيز او بريليم فيستولا تمام، مينور ديسيز او بريليم فيستولا. بريليم فيستولا دي معناها ايه، بيبقى عنده في الاول لابنسايتس، اللابنسايتس دي بدات تتقدم بقى، مثلا هو واحد عنده لابنسايتس وما اتعالجتش، التهاب في اللابرنس وما اتعالجتش، بعد كده تعمل لي مين، هتعمل لي بروفريشن، هتعمل لي خرم، الخرم ده هيبدا يخرج لي البريليمف بره، ان هو خرم اللابرنس واللابرنس دي جواها بريليمف واندوليمف، هيخرج لي بريليمف بره، كان اسمها بريليمف فيستولا تمام. افرض هو سمعه لا كويس كله تمام كده، هو عنده يا بي بي في يا مايجرين. بي بي في لو هو بيقعد كام ثانيه، ومايجرين لو هو بيقعد من شويه دقايق لكام ساعه، ما بيكملش يوم. طب ايه الحاجات دي هناخدها كمان شويه تمام، عشان خاطر ايه، ما كده كان اشرحها بالتفصيل يعني بس تمام. هو ده كل الحوار، نفتكر ان مايجرين مع منت، ام مع الام تمام ماشي. دي هناخدها برضو تحت، فمالهاش لازمه بصراحه، ممكن بس نقول الايه، الجزء بتاع السنترال ماشي، اما البريفرال ده هناخده بالتفصيل ايه في المحاضره يعني ماشي. السنترال بيبقى بسبب ايه، بسبب ان انا مثلا ضربت الفيستيبولار نيوكلاي، الفيستيبولار نيوكلاي دي عارفينها موجوده اصلا في البريستيم تمام، فاما ضربت الفيستيبولار نيوكلاي او في مشكله في الفيستيبولار كونكشن موجوده في البريستيم او السيربيلا، مشكله في السنترال عامه تمام تمام. ممكن يكون بسبب ايه بقى، ممكن يكون مشكله اصلا انفلاماتوري، حاجه انكفلايتس او مرينجايتس، في انفلاميشن في المخ فسبب لي ايه في الفيرتيجو ده تمام. ايه تاني، ممكن يكون عندي ستروك، سلوك جلطه دماغيه تمام، برضو الجلطه الدماغيه دي برضو وقفت الدم وعملت برضو فيرتيجو، وده بسبب سنترال تمام. ايه تاني، ممكن حاجه فيرتيبرو بازيلر انسفيشنسي. يعني ايه فيرتيبرو بازيلر انسفيشنسي، بصوا لو واحد عنده اسيريو سكلروزس، واحد عنده صلب شرايين، صلب الشرايين دي بتعمل لي اسيريو سكلروتيك باتشز، زي حاجات كده مكونه من كوليسترول ودهون وكلام من ده، بتروح تقف ايه في الفيرتيبرو بازيلر تمام، فتسبب لي اسكيميا، والاسكيميا دي تسبب لي ايه، سنترال فيرتيجو تمام ماشي. ايه تاني، عندنا اللاترال مدلاري سيندروم، نفس الحوار، احنا عندنا فيه ارتري اسمه بايكا او بكه، اللي هو بوستيريور انفيريور سيربيلار ارتري، الارتري ده لو اتقطع او اتقفل او كده، فضل الارتري ده بيروح يغذي اللاترال بارت بتاع مظله اوبلنجات تمام. فلو اتقطع او اتقفل او كده، ده برده هيسبب لي لاترال مدلاري سيندروم. ايه تاني، عندنا كمان البازيلار ارتري مايجرين، اللي هو برده نفس الكلام، ان البازيلار ارتري ده برده حصل له حاجه، البازيلار ارتري ده كان موجود في سيركل اوف ويل، كان عامل كده كانت المخ
تمام سيركل اوف ويل. تمام ايه تاني عندنا؟ مالتيبل سكلروزس. مالتيبل سكلروزس ده اللي هو بيبقى الخلايا بتاعه المخ اتاخدت كده وبدلت بفايبروزس، تمام. فدي برضو مشكله ممكن تعمل فيرتايجو. ابيليبسي الصرع، الاشارات غلط من الدماغ اصلا برضو ممكن يسبب لي فيرتايجو. قلنا الحاجات دي هناخدها كلها حرفيا بالتفصيل الدقيق، بس يعني ممكن نقراها خلاص ماشي. عندنا البريفرال ده اما مشكله في الانر اير، اما مشكله في الفيستيبولار نيرف. الفيستيبولار نيرف هيبقى حاجه اسمها فيستيبولار نيورنايتس، ده هناخده برضو قدام. عندنا في اللابرنس اما مينر ديسيز، يا اما تروح حاجه تروماتيك. تروماتيك ده مثلا في كسر مثلا حصل في الجمجمه او كده، ففراكشر تيمورال بون ده بقى مشكله ترانسفيرس مش لونجيتودنال، هنعرف الفرق بينهم كمان شويه ماشي. عندنا كمان لابرنس ممبرين رابتشر، لو حصل ايه رابتشر في الممبرين بتاع اللابرنس، تمام. لو في الانر اير برضو حاجه انفلاماتوري لابرنسايتس ماشي، ممكن يكون الانفلاماتوري ده بسبب فيروس او بسبب بكتيريا ماشي، او حاجه ديجنريتيف زي البي بي في، او حاجه فاسكولار زي السبازم ثرومبوزس هيموريدج مناسيف مثلا جلطه الكلام ده كله ماشي. ازاي بقى انا ابدا افحص الفيرتيجو؟ افحصه ازاي؟ اول حاجه هبدا استبعد كل سيستم، يعني مثلا استبعد كل نوع، مثلا زي مين سيتو فيرتيجو. سيتو فيرتيجو ده عشان خاطر استبعده هبدا اعمل له ايه؟ هات مثلا صوره دم كامله عشان خاطر اشوف اذا كان مثلا الحديد عنده كويس ولا لا، تمام. البلاد بريشر هشوف، هقيس له ضغط الدم، هقيس له البالس، هقيس له اذا كان عنده شحوب ولا لا، لان برضه الناس عندها شحوب عندها انيميا، تمام. تمام ايه تاني؟ هشوف الاي ان تي، هشوف اذا كان عنده اوتيتس ميديا مثلا عنده التهاب في الاذن ولا لا. ايه تاني؟ بوست فيستولا ساين، يعني ايه فاكرين اللي هو بري لينف فيستولا اللي قلنا عليها دي؟ لو هو عنده بري لينف فيستولا ده معناه ان هو عنده بوست، هيظهر في الحاله بتاعته بوست فيستولا ساين، يعني هيظهر بالس كده وحاجات كده، تمام. تمام ده كده مشكله في دي ان تي، تمام. ده هو بريفرال. طب افرض هو مشكله في السنترال، عايز ابعد السنترال، هبدا هشوف اول حاجه كرينيال نيرفس، هطمن عليها اذا كانت مثلا مقطوعه او لا او كده. هبدا اشوف النستجمس. النستجمس ده معناه ان عينه بتروح يمين وشمال كتير، مش ثابته، عينه مش ثابته، فده اسمها النستجمس. هبدا اشوفها ازاي؟ اشوفها اما اشوفها ابص له مثلا في عينه، فابدا اشوف هلاحظ النستجمس، او لو هي مش واضحه قوي فاحنا عندنا حاجه اسمها برينزل جلاسز، دي عباره عن نظاره كده بيلبسها العيان ماشي، بتكبر له عينه قوي كده، فببدا اشوف النستجمس بشكل اوضح، تمام. تمام عندنا في نستجمس ده ممكن بسبب سببين، سيربيلم او فيستيبولار. لو مشكله في السيربيلم النستجمس تبقى عامله ازاي؟ النستجمس تبقى كورس، تبقى حاده، سلو، بطيئه، ريجولار، غير منتظمه، وتبقى ناحيه الجزء البايظ. يعني لو السيربيلم اليمين هو اللي بايظ يعني هتبص ناحيه اليمين، لو السيربيلم الشمال هو اللي بايظ يعني هتبص ناحيه الشمال، تمام. افرض هو عنده مشكله في الفيستيبولار، الفيستيبولار نيرف او كده، تمام. احنا عندنا المفروض ان هو عينه هي مثلا الفيستيبولار نيرف اليمين هو اللي بايظ، تمام. ده كده ده الجزء اليمين يعني، فعينه هتبص ناحيه اليمين صح؟ الفيستيبولار بارت هيحركه ناحيه ايه؟ اليمين. يجي المخ شايف ان الايه العين بتعمل حاجه غلط، العين بتروح ناحيه اليمين وما ينفعش تروح ناحيه اليمين، فيروح مرجعها تاني بسرعه بسرعه ناحيه النص ده المكان الطبيعي بتاعها، تمام. فهنا كتب اهو كونسيست اوف سلو كومبوننت اللي هو فيستيبولار فولو باي رابد كومبوننت الايه في الاذر دايركشن اللي هو السنترال، تمام. فاحنا ساعتها بنحدد ان السيجما اساسا رابد، لان رابد بشوفها بسرعه، بشوفها بسرعه، مش بشوفها زي الايه الفيستيبولار يعني. ماشي. نفس الكلام الانفستيجيشن بتاعت الفيرتايجو، هبدا اشوف ايه، هبدا اطلب منه تحاليل ايه او اشعه ايه او الحاجات دي كلها. اول حاجه هشوف الايه البي تي اي اللي هو بيور تون اوديوميتر، تمام. بقى قاعد في الاوضه، قاعد في اوضه كده فاضيه وبلبس سماعه وابدا اسمعه ايه اصوات واشوف اقل صوت اقدر اسمعه ماشي، او الاي بي ار. اي بي ار ده تقريبا كان اوديتوري برين ستيم حاجه كده، تمام. اللي هو بيشوف البرين ستيم كويس ولا لا، يعني احنا بنحط له زي حاجات كده في على راسه، تمام، اشارات كده على راسه، وابدا اشوف الاشارات اللي جايه من المخ اما يجي اسمع صوت يبقى كويس ولا لا ماشي، حاجات كده بلزقها في مخه يعني عشان خاطر اشوف الاشارات اللي جايه من المخ مظبوطه ولا لا لما يجي يسمع صوت، تمام. ايه تاني؟ هشوف حاجات هيماتولوجيكال اكزامينشن، يعني ايه؟ هبدا اجيب له صوره دم كامله، اشوف صوره دم كامله عنده كويس ولا لا، هبدا اشوف مثلا السيرم كوليسترول اللي ممكن عنده اثير سكلروزس هكذا، تمام ماشي. ايه تاني؟ هشوف ايه اشعه راديولوجيكال اكزامينشن خاطر اللي هو عنده تروما، عن تروما ابدا اشوفها، تمام. ايه تاني؟ فيستيبولار اسسمنت، يعني ايه؟ في عندنا ثلاث تستات عشان ابدا احدد اذا كان مشكله في في الفيستيبولار نيرف او لا، تمام. اول حاجه كالوريك تيست. كالوريك تيست بعمل ايه؟ ببدا انيم العيان، تمام، واتني رقبته 30 درجه وابدا اغسل ودنه اللي انا شاكه فيها يعني ماشي، مره بميه ساقعه ومره بميه سخنه، تمام، وابدا اشوف هيحصل له فيرتايجو ونستجمس ولا لا، تمام. تمام ده الكالوريك تيست. طب عندنا في حاجه اسمها الكترون استجمس جرافي، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن نفس الكالوريك تيست بالظبط، بس بدل ما اقيس النستجمس بعيني انا هشوف النستجمس بعيني، لا هشوفها بجهاز، تمام. ده الفرق بينها وبين الايه كالوريك تيست، تمام. تمام ايه تاني؟ روتيشن تيست. روتيشن تيست ده عباره عن ايه؟ ببدا الف العيان ده واشوف هيدوخ قد ايه بس حرفيا ماشي. نبدا نخش في ايه في الجد، البي بي بي ده اللي هو اللي احنا سالناه عن شويه ماشي، بناين بروكسيمال بوزيشنال فيرتايجو ماشي. احنا عندنا بناين ان هو بناين بيروح لوحده، مش محتاج يعني علاج قوي، بيروح لوحده. بروكسيمال ده معناه ان هو بيبقى اتاكس، بيجي على شكل اتاك ريكورنت يعني
تمام، بوزيشنال في سيرتن بوزيشن، وانا افهم يعني ايه الكلام ده دلوقتي. اوفر تايم طيب ده بسبب ايه اصلا؟ انتوا عارفين، احنا عارفين شكل اللي هو الاذن الداخليه شكلها عامل كده، عباره عن ايه، كذا كانال كده تمام، متوصله بايه، بيوتريكل ماشي، نعتبر ان دي السيمي سيركل كانال، يعني دول الثلاثه دول سيمي سيركل كانال، وده ايه اليوتريكل تمام ماشي. اليوتريكل بيبقى جواه حاجه اسمها ماكيولا، والماكيولا دي مشيل عليها حاجه اسمها اوتوكونيا. فاكرين الاوتوكونيا اللي هي كانت اسمها ايه دي، اوتوكونيا اللي هي عباره عن كالسيوم كربونات بقى كريستالات صغيره كده صح، فاكرينها؟ هي دي الاوتوكونيا، دي كريستالات صغيره موجوده في الايه، في اليوتريكل على على الماكيولا تمام. واحده من الكريستالات دي هتبدا تمشي وتروح ناحيه البوستيريور سيمي سيركل كانال، هتقع، هتقع من اليوتريكل وتروح للايه، للبوستيريور سيمي سيركلر كانال تمام. تمام، فمثلا هي دلوقتي اللي حصل ده في الودن اليمين مثلا تمام. تيجي ست هتقول لك ايه، انا كل ما انام على جنب اليمين احس ان السقف بيتشقلب بيا لمده 30 ثانيه تمام، لمده ايه، 30 ثانيه حلو. لكن لما تيجي تنام على ودنها الشمال ما بيحصلش اي حاجه، ساعتها نعرف ان هو المشكله فين، المشكله مثلا في ودنها اليمين حلو. تمام، هو ده المرض يعني، امسح كل الكلام الغريب ده ماشي. بيقول لك هنا ديفينيشن، المفروض ان هو بيبقى كرانت اتاكس بتاعه البورتاجو في الهيد بوزيشن ماشي، ريزلت من ايه، من ديجنريشن بتاع الفيستيبولار سنسوري اند اورجن، بيبقى فيه ديجنريشن حصل اللي هو الاوتوكوني دي وقعت تمام. ناخد بالنا انها ده الموست كومن كوز اوف فيرتيجو، دي مهمه جدا جدا جدا، دي ام سي كيو يعني ان شاء الله ماشي. دي الموست كومن كوز اوف فيرتيجو تمام. هو هنا كتب ان السبب بتاعه مش معروف تمام، ممكن يكون بسبب هيتروما او فاسكولار ديستربنس، هيتروما هو مثلا حد خبطها على راسها ولا حاجه، فممكن يكون ايه الاوتوكونيا وقع بسبب الحوار ده او كده تمام. مش ايه تاني، عضله كلينيكال بيكتشر، قلنا نفس الكلام، نفس الكلام بتاعت ان هو واحده هتيجي مده كام سنه، 30 سنه، كل ما تنام على جنبها اليمين او كده بيحصل لها الحوار ده ماشي. بس هنا كتب اهو، بيحصل لما واحده مثلا تتغير مكانها، مثلا تنام على جنبها اليمين او جنبها الشمال، ويكون ده الجزء المصاب اصلا. بس كده مدة كام ثانية ماشي. ايه تاني، نو هيرنج لوس، دي مهمة، هو ما عندهاش مشكلة في السمع، سمعها كويس جدا. ليه؟ هل الكوكلير نيرف حصل له حاجة؟ هل حد ضغط على الكوكلير نيرف؟ هل في أي حاجة حصل الكوكلير نيرف؟ لا، الكوكلير نيرف ده مسؤول عن السمع، فطبعا هو كويس يبقى خلاص تمام. بس كده تمام. عندنا بعد كده هبدأ بقى، أبدأ أشوف ايه ال... هبدأ أش... اه أعرف ازاي الست دي عندها ايه البي بي في ده ولا لأ تمام. في صورة هنا اهو، المفروض ان انا ببقى اول حاجه ببقى قاعداها عادي، قاعده عادي جدا تمام. بعد كده اروح ايه، منيماها تمام، منيماها واخلي ودنها اللي هي يعني اخليها تنام ناحيه ودنها المصابه اللي انا حاسه انها مصابه تمام. يعني هي تبقى قاعده كده في الاول عادي جدا تمام. بعد كده اروح منيماها تمام، ولفه راسها، اهو لفه راسها كده تمام، لفه راسها، وابدا اشوف ايه، اسالها انت حاسه بدوخه ماشي، ابدا اشوف اذا كان مثلا جالها نستجمس ولا لا هكذا حلو. انا كاتب اهو، ببدا اشوف ايه فيرتيجو ونستيجماس ماشي. لما البيشنت ايه ترند رابيدلي فروم سيتنج بوزيشن، ان هو بقى قاعد في الاول عادي جدا، بعد كده ايه احطه في سوبر بوزيشن انيمه تمام، وابدا ايه اخلي راسه ناحيه ايه، ناحيه وان سايد، السايد اللي هو العيان بمعنى اصح تمام، السايد اللي هو حاسه ان هو مصاب. مثلا اذا كان ودنها اليمين مصابه، فهي مثلا كانت بتقول لك في الاول انها ايه، ودنها اليمين لما تيجي تنام عليها بتحس بدوخ، فابدا انام على ودنها اليمين ماشي. تمام، ايه تاني كاتب هنا، ان موست كيسز ذا كونديشن ريسولف، بقول لك هنا انها بتتعالج بسرعه، عشان كده هي بناين، يعني هي ممكن تعالج لوحدها اصلا، تعالج بسرعه ولوحدها تمام خلال ايه كام اسبوع. التريتمنت بتاعتها ممكن نعملها بوزيشنال اكسرسايز، بنبدا ايه بوزيشنال اكسرسايز، دي يعني قصه طويله. المفروض ان احنا مثلا هنقعدها في الاول برده ماشي، برده بعد كده هننيمها حلو، وابدا ايه الف راسها، يعني هلف راسها الاول ناحيه ايه جزء المصاب، بعد كده هخلي ودنها المصابه دي ناحيه فوق، بعد كده خليه يبص ايه الشخص ده، يخليه يبص ناحيه تحت، هلفها، هلفها ليه، عشان خاطر الجزء بتاع الاوتوكوني ده يرجع تاني مكانه. مش احنا قلنا ثانيه كده راحت فين، رسمه اختفت ماشي، همسحتها. احنا كان عندنا مثلا ده كان الايه اهو ماشي، ده كان اليوتريكل ماشي. احنا قلنا انها كانت بتبقى هنا كده في المنطقه دي، انا هبدا الف راسه خاطر اخليها ترجع تاني ناحيه اليوتريكل من ايه، من ناحيه فوق يعني تمام، هبدا الف راسه تمام. فده اول حاجه بنستخدمها بوزيشنال اكسرسايز سكسسفول ان موست كيسز. طب افرض هو دلوقتي ما اتعالجش، ما اتعالجش، ما اتعالجش ايه، ما اتعالجش ماشي في خلال ايه كام اسبوع حلو، وبرده الاكسرسايز دي مش نافعه معايا، ببدا اعمل ايه، ببدا اقطع له النيرف ده اصلا اللي هو متوصل بيه البوستيريور سيمي سيركل كانال. احنا لحسن الحظ يعني ان البوستيريور سيمي سيركل كانال اللي هي بتقع فيها بتتغذى بنيرف معين اسمه سنجلر نيرف، هبدا اقطعه وخلاص واشيله وخلاص لو هو ايه المرض ده مش قصاد يمشي تمام ماشي. بعد كده ننتقل على اللي بعد اللي هو مرض منير، منير ديسيز ده ماشي. المفروض ان هو عباره عن ايه، بصوا يا جماعه ده الشكل الطبيعي للايه، لللابرنس، ده الشكل الغير طبيعي لللابرنس. الفرق بينهم طبعا واضح جدا، ان حصل ديستنيشن للمبرنس لابرنس زي انتفخت
كبرت قوي. طب ليه؟ ثانيه، احنا عندنا هنا كده في حاجه اسمها، هنا كده حاجه اسمها استيريا فاسكولاريس. استيريا فاسكولاريس ماشي، استيريا فاسكولاريس دي بتبدا تطلع لي اندوليمف، تطلع لي اندوليمف كتير كتير كتير، تمام. الاندوليمف ده هيروح هيلف كده، هيلف في كل البتاع كده، يبدا يلف يلف ويروح لاخر حاجه لمين؟ الاندو ليمفاتيك ساك. الاندو ليمفاتيك ساك دي هتروح ايه، توصل يعني هتخرج الاندوليمف ده لمين؟ للسي اس اف. هتخرجه لمين؟ للسي اس اف، تمام. عشان كده هو في ديورا ماتر اهو ماشي، هتخرج للسي اس اف. حلو كده تمام. طب ايه بقى السبب بتاع المرض اللي هو منير ديسيز ده؟ يا اما الاستريا فاسكولاريس دي بتطلع لي اندوليمف كتير قوي زيادة عن اللزوم، يا اما الاندوليمفاتيك ساك ده مش بيخرج الاندوليمف ده كتير. يعني مثلا احنا عندنا يا اما اهو فين اهو، يا اما الاندوليمف ابزوربشن قليل اللي هو اللي اسمها اندوليمفاتيك ساك دي مش بتطلع للسي اس اف كتير، مش بتطلع له بالشكل اللي هو الطبيعي بتاعها ماشي، يا اما يكون الاندوليمف برودكشن هو اللي كتير. الاستريا فاسكولاريس دي اللي عماله تطلع لي اندوليمف كتير 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 كتير، والاندوليمفاتيك ساك مش ملاحقه، تمام. فيا اما ده اللي قليل يا اما ده اللي عالي. يعني هنا كده اهو، due to increase capillary permeability معناه ايه؟ اه بص بقى، ايه ممكن تكون الاسباب ان الاندوليمف اصلا يزيد كتير، او ايه اللي سبب ان الاستريا فاسكولاريس دي تطلع لي اندوليمف كتير؟ اول حاجه ممكن يكون بسبب حاجه اليرجي، حساسيه ماشي، حساسيه ممكن تسبب لي مثلا اللي هو الهستامين هيبدا يطلع ويبدا ايه يرفع لي الفاس دايليشن والكلام ده كله، فيبدا ايه الكابلري تبدا البرامبرتي بتاعتها هتزيد، فهتزود لي ايه مين؟ الاندوليمف كتير ده. يا اما مشكله في السمبستيك اوفر اكتيفيتي. يعني ايه دلوقتي؟ مثلا انا عندي حصل ايه، فازو كونستريكشن. ليه؟ لان الجهاز السمبثاوي وبيزود اصلا ايه الفازو كونستريكشن، مش حصل فازو كونستريكشن، الفازو كونستريكشن ده نتج عنه ان حصل ايه، اسكيميا صح. والاسكيميا دي هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي فتيج، تمام. الفتيج ده بعد كده هيروح لمين؟ آه مش هيروح لمين، الفتيج ده هيبدا يجمع لي توكسيك ميتابولايتس. هيتجمع لي ايه؟ توكسيك ميتابولايتس، ان في فازو كونستريكشن، طبعا توكسيك ميتابولايتس بتتجمع بتتجمع بتتجمع، فجاه مره واحده هتروح عامله لي سيفير فازو دايليشن. السيفير فازو دايليشن ده هيبدا ايه، يسبب لي برده ان الكابيلاري بيرميتي هتبدا تزيد، وهيبدا يزود لي الاندولين في ايه، برودكشن. يبقى تاني السمسك اوفر اكتيفيتي ده معناه ايه؟ الفازو حصل فازو كونستريكشن بسبب ان الجهاز المساوي ده اصلا عالي، فعمل لي فازو كونستريكشن، فازو كونستريكشن ده عمل لي اسكيميا، اسكيميا عملت فاتيج، الفاتيج ده هيبدا يزود لي التوكسيك ميتابولايز، او هو يعني مش هو اللي هيزوده لي بس هو ده نتيجه، يعني التوكسيك ميتابولايز هتبدا تزيد في الدم، لما دي هيبدا يعمل لي سي في فازو دايليشن، فيبدا ايه يزود لي الاستريا فاسكولاريس، تمام. بس او ممكن حاجه اوتو ميون، لان هو حاجه غير معروفه اصلا اوتو ميون، هو جهاز بيحارب نفسه والكلام ده كله، او حاجه اندوكراين مثلا اللي هو زي قلنا الهستامين مثلا هيزود لي ايه الكابيلاري بريبريتي بتاعت ايه، بتاعت الاستريا فاسكولاريس دي، تمام ماشي. هنا كده اهو اهم كلمه، اهم كلمه في الديسيز ده، ديستنيشن. ديستنيشن اللي هو بتكبر، ديستنيشن بتاعت الممبرينس لابرنس ديو تو انكريز ذا فوليوم اوف اندوليمف. اندوليمف ايه؟ هايدروبس، اللي هو ان في اندوليمف كتير يعني ماشي. الفريكوانس بتاعتها بتبقى كومن كوز للبريفرال، حاجه مشهوره يعني بريفرال ايه، لابرنس فيرتيجو ماشي. الايج بتاعتها من 20 ل 50 سنه، بيجي للناس اللي عندها 20 ل 50 سنه، وممكن يكون يوني لاترال، بالاغلب يوني لاترال، بس ساعات بيبقى باي لاترال ساعات يعني ماشي. ايه الاعراض؟ اهم حاجه اللي هو الترايات دي، اللي هو يكون في تلات اعراض مهمه جدا، فيرتيجو، هيرنج لوس، تنتس. ليه بقى؟ ليه الحاجات دي؟ اول حاجه لما يجي يحصل له ديستنيشن هيضغط لي على الايه، هيضغط لي على الكوكلير نيرف اللي هو مسؤول عن السمع، لما ضغط على الكوكلير نيرف هيبدا يعمل لي ايه، هيبدا يقلل السمع بتاعي، وهيبقى سمعي تقيل والكلام ده كله، تمام. ففيرتيجو، هيرنج لوس، وتينيتس، تمام. هنا كاتب اتش اتاك لاس فور سيفرال مينتس تو سيفرال اورز. يعني ايه الكلام ده؟ فاكرين لما قلنا ان الام مع الام هو بيقعد من دقائق لساعات، من كان في ناس حتى بتقول من 24 دقيقه ل 24 ساعه، ما يزودش عن 24 ساعه، لما يزود عن 24 ساعه يبقى حاجه ثانيه، حاجه تانية، حاجه في المخ اصلا، تمام ماشي. لكن هو فيرتيجو بيبقى معاه نوزا فوميتنج وسويتنج ماشي، لكن بتوين اتاكس بيبقى تمام. يعني هو مش احنا قلنا اصلا بيبقى ريكرنت، فعندنا لما يبقى في الجزء اللي هو في الوقت اللي هو ما بيجروش فيه الاتاك دي بيبقى كويس جدا، مش بيجيله اي فيرتيجو. لكن ناخد بالنا في حاله الهيلينج جروس والتينيتس بيبقى ريفيرسيبل بس مش بشكل طبيعي. يعني ايه؟ يعني مثلا احنا دلوقتي الشخص ده مثلا كان سامع 100% تمام في الاول، حلو، جاله ايه؟ جاله اللي هو ال اسمها ايه دي، مينير ديسيز ده، تمام. فسمعه قل قوي، مثلا هيقل كام؟ هيقل مثلا 70 ماشي. لما يجي يرجع تاني، لما يجي يرجع تاني اللي هو بتوين اتاكس بقى، لما يجي يرجع تاني مش هيرجع 100%، هيرجع مثلا 90، هيرجع 80، عمره ما هيرجع 100% تاني، تمام. فهو كده ايه، هو انيشال ريفرسبل بس مش هيرجع تاني، يعني مش هيرجع اللي هو بالشكل الطبيعي بتاعه ماشي، عشان اسمه كده فلكتوانت هيرنج لوس. حلو. بس العلامات بتاعته، اول حاجه تمبانيك مبرين هيبقى كويس جدا، مفيش اي حاجه في تمبانيك مبرين، لكن لما شفنا تانينج فورك تيست هيبقى عنده سنسوري نيورون اللي هو اس ان اتش ال، تمام. ليه؟ عشان خاطر قلنا بيضغط على الكوكلير نيرف، تمام.
ماشي نفس الكلام، هنبدأ نقيسه بالبي تي اي، هنلاقي عنده نفس الكلام سنسوري نيورال هيرنج لوس. تمام. ايه تاني؟ بقول لك ان هو في الاول الشخص ده هيتاثر بالسمع، ايه بالسمع اللي هو الصوت الواطي، يعني هي مثلا ايه مش هيسمع الاصوات، مش هيسمع الاصوات الواطيه في الاول، لكن بعد كده هيأثر لي على كل حاجه. يعني النير ديزيز ده لو ما اتعالجش هيأثر لك معاه على الهاي تون. تمام. يعني بدل ما هو كان بيسمع الاصوات العاليه لكن مش كانش بيسمع الاصوات الصغيره اللي هو التون بتاعها قليل، مش هيسمع الاثنين، ولا الاصوات العاليه ولا الاصوات الايه الواطيه. تمام. انا كنت بقى انيشالي افكت اللو تون ويبقى ريفرسبل، لكن بعدين هيبقى يأثر لي على كل التونز وهيبقى ايرفرسبل اصلا كمان. ايه تاني؟ عدد النستجموجرافي اللي احنا قلنا عليه، هيبقى عنده reduced caloric response on the affected side. طب ليه؟ ليه يبقى عنده؟ مش احنا قلنا caloric response ده اللي هو مين؟ اللي هو النستجماس والفرتايجو. اه تمام. ان احنا كنا بنبدا نحط في ودنه ميه ساقعه مره وميه سخنه مره، نبدا نشوف اذا كان هيظهر نستجماس ولا لا. تمام. في الحاله دي هو النستجماس هيبقى قليل ناحيه الافكتد سايد. طب ليه بقى؟ عشان خاطر يعني عارف اللي هو ايه، شايفين الصوره دي؟ هو اصلا لما يجي يظهر الاشارات اللي هي الميه الساقعه والميه السخنه، هي مش هتحس انها يعني مليانه، مفيش مكان حرفيا تحس منه اصلا. تمام. عشان كده تبقى ايه كانه تقيل، يعني كان سمعه تقيل والاحساس بتاعه تقيل وهكذا. طب التريتمنت بتاعته، يا اما يكون ميديكال تريتمنت يا اما سيرجيكال. ميديكال هياخد ادويه زي مين؟ انتي فيرتيجاليز اللي هو حاجه عكس الفيرتيجو يعني، ماشي، حاجه زي السينازين، ماشي، ده بايه في وقت الايه دورينجز اتاك، ماشي. لكن ممكن نديله كمان ايه لابرنس فازو ريجوليتور. يعني ايه الكلام ده؟ فاكرين الجزء لما احنا قلنا مثلا ان احنا عندنا ممكن يكون بسبب سمساتيك اوفر اكتيفيتي اللي هو كان بيعمل لي فازو كونستريكشن، عشان خاطر الجهاز السمساوي مسؤول عن فازو كونستريكشن والقصه دي. هنا بقى انا بمنع اصلا ان القصه تبدا من الاول، يعني لو انا عارفه ان الشخص ده عنده سمساتيك اوفر اكتيفيتي، تمام، ببدا ايه اعمل ايه اديله الدواء اللي هو بيتا هيستين ده. ليه؟ بيتا هيستين ده بيعمل فازو دايليشن، عامل فاز دايليشن، فلما يجي يعمل فاز كونستريكشن مش يعني هيبقى الطبيعي بقى، فاهمني؟ يعني هو عامل اصلا فاز دايليشن، فلما يجي يعمل فاز كونستريكشن هيبقى ده الطبيعي بتاعه. تمام. بس ده بالنسبه لايه للبيتا هيستين. ايه تاني ممكن كمان اديله؟ حاجات دايريتكس او سولت ريستريكشن عشان خاطر الاندولينف، يقلل الاندولينف شويه. تمام. هيقلل الاندولينف ان هو هينزل بقى، هينزل كل الميه يعني. طب بالنسبه للسيرجيكال تريتمنت، السيرجيكال تريتمنت اللي هو هعمل عمليه جراحيه، بس هساله سؤال مهم جدا الاول، هل انت بتسمع كويس ولا بسمعش كويس؟ لو هو مش بيسمع كويس ممكن اشيل له اصلا الاذن الداخليه دي خالص، ماشي، هعمل له سيرجيكال لابنكستومي اهو، هبدا اشيلها له خالص. او لو هو بيسمع هبدا اعمل له ايه؟ يا اما هخلي، مش احنا عندنا دلوقتي فين الصوره، اه الاندولينف حواليه عظم، الاندولينف الليمفاتيك ساك قصدي، الاندولينفاتيك ساك حواليه عظم، ايه حواليه عظم من هنا كده. تمام. يا اما انا اشيل العظم ده فالاندولينفاتيك ساك تبدا ايه تكبر براحتها، يحصل لها ديستنيشن براحتها، مبقاش مقيده بحاجه. تمام. ده اول واحده اهو، دي كومبريشن اوف ذا اند ليمفاتيك ساك، ان انا بخليها براحتها يعني. تمام. او ممكن كمان انا اعمل ايه، ابدا اقطع الفيستيبولار نيرف اللي هو اصلا اللي هو مسؤول عن ان انا احس بالشعور الدوخه والكلام ده كله، ف بس مش هيحس بدوخه تانية. تمام. ايه تاني عندنا بقى كده؟ المرض اللي بعده فيستيبولار نيورايتس، ده واحد قصة واحد عنده نزل برد، بعدين فجأة بعد ما خف من نزل البرد دي او في وقتها بدأ ايه يحس بدوخة وترجيع، بدأ يرجع وبدأ يحس بدوخة. تمام. ماشي. ليه بقى؟ ده بيبقى سبب حاجة فيروس، فيرال كوز. واحد عنده مثلا انفلونزا، عنده اي حاجة، ماشي، بعد كده بدأ يحس بدوخة وترجيع، ده كده جاله فيستيبولار نيورايتس. تمام. تمام. فانا كده هو كاركترايزد باي سادن سيفير فيرتيجو وزود ديفنس لاستنج فور افيو دايز. دي اصلا بتجيلنا كتير، يعني بيجي لنا اكيد شفتها في حياتكم العامه، ان واحد عنده نزف بقى كده بدا يدوخ ويرجع، دي طبيعيه يعني. تمام. دي كده حاجه في الابر ريسبيراتوري تراكت، مرض في الابر ريسبيراتوري تراكت، مرض فيروس في الابر ريسبيراتوري تراكت هيسبب لي حاجه اسمها فيستيبولار نيورايتس. تمام. مفيش طبعا اي خساره في السمع، لان هو يعني ملوش علاقه بالايه بالكوبيولار نيرف. تمام. بس طب احنا بنعالجه ازاي؟ بنعالجه بانتي فيرتيجونس دراج، برده حاجه علاقه بال يعني انتي فيرتيجو. تمام. او وكمان بعمل له حاجه اسمها فيستيبولار ريهابيتيشن اكسرسايز. يعني ايه؟ ببدا اخليه يمشي مره وهو مفتح عينه على خط مستقيم، مره هو قافل عينه، مره فتح عينه، مره قافل عينه، وهكذا. طب ليه؟ كاني اللي هو ببدا اقوي الفيستيبولار سيستم، مش اكتر من كده يعني. تمام. مش الترانسفيرس تيمبورال بون فراكشر ده اللي احنا سالنا عليه من شويه ان نشرحه؟ ماشي. دي كده بقى حاجه تروما. تمام. دلوقتي مثلا في واحد خبط من ورا او من قدام، مثلا خليها من ورا، مش خبط من ورا في راسه. تمام. الخبطه دي هتبدا يتاثر على اكتر حاجه، يتاثر على اكتر حته ضعيفه. تمام. فاللي هي مين؟ الفرام المجنم. تمام. تبدا ايه لما يجي تروح الفرام المجنم اللي هي الكسره دي، تروح الفرام المجنم، تبدا ايه تقطع لي او تكسر لي الجزء ده، تكسر لي كده، تكسر لي تمبرال بون بالعرض، عشان كده اسمها ترانسفيرس، تكسر لي ايه التمبرال بون بالعرض. اما في حاله ان هو هتبقى لونجيتودنال هيقطعه لي كده او هيكسره لي كده يعني بالطريقه دي. تمام. فاحنا عندنا
اه ادي اهو الترانسفيرس تيمبرال بون فراكشر، احنا حد اتخبط من ورا هيروح ايه الكسر هيبدا يوصل هنا، او موصل فورم ماجنوم هيبدا يكسر لي التيمبرال بون الناحيه دي. واحد بقى في حادثه، واحد حصل له اي حاجه ماشي هيبدا يكسرها لي كده يعني ماشي. في الحاله دي هيأثر لي في المنطقه دي في كذا نيرف، في النيرف السابع اصلا، في النيرف الثامن تمام. فالنيرف بالنسبه للنيرف السابع هيعمل ايه؟ فيشن نيرف باراليزس ماشي، هيبدا يحصل له ايه اللي هو الشلل في الايه في بتاع اللي هو بتاع الوش ده، والله نسيت علينا، فيشن نيرف يعني ماشي. طب ممكن يعمل ايه تاني؟ اللي هو العصب الثامن ده كان ليه اسم اللي هو مين، اللي هو بتاع فيستيبلو كوكيلر، هيأثر على اللي هو التوازن، هيأثر على مين؟ على السمع. هيأثر على السمع يعمل لي سنسور نيورال هيرنج لوس تمام، عشان خاطر بيأثر على ايه كوكيلر، كوكيلر نيرف لان هو دخل في الانر اير اصلا، هو دخل في الانر اير ودخل في الانترنال اوديتري كانال. فاهو دي ثانيه فين ده، هي دي الانر اوديتري كانال وهي دي الانر اير تمام. فورا ما يقطع كده او يكسر كده، ده كده هيأثر على الاثنين تمام، هيأثر على الانترنال اوديتري كانال والانر اير تمام. طب ما أصلي على الاثنين يبقى أصلي على مين؟ على السمع بتاعي، وأصلي كمان على الايه التوازن لانه أصلي على اللابرنس تمام. طيب وعلى السابع والثامن زي ما قلنا، السابع اللي هو يبقى فيشل نيرف بارازيس تمام، وهيعمل له هيجيله فيرتيجو ونستجمس، عشان خاطر ايه هيصلي على الفيستيبولار نيرف اللي هو الثامن برضه، يعني ده الثامن وده الثامن اصلا الاثنين ثامن ماشي. يبقى عنده هيستوري اوف تروما، اتخبط او حصل له حادثه او كده ماشي. ممكن كمان يفقد الوعي، ممكن كمان يفقد الوعي. ليه؟ لان هو اصلا يعني مش احنا الجزء اللي ورا ده فيه مظله اوبلنجاتا ماشي، مظله اوبلنجاتا دي فايتال اريا تمام. فهو ممكن ايه يفقد الوعي لو ايه لو اتخبط او كده في وقتها اصلا تمام. حلو، عندنا بعد كده مين؟ السيرس والسيبريتيف لابرن لابرنسايتس، ده اللي هو التهاب في الايه في اللابرنس تمام. التهاب ده ممكن يكون مصحوب ببص سيبريتيف، او يكون ممكن ايه مائي تمام ماشي. بس هنا كده بقى كومبليكيشن اصلا بيجي بسبب ايه؟ بيجي بسبب اللي هو الاي اس او ام اللي هو الاكيوت سيربيتيف اوتيتس ميديا ماشي، او كوليستوما ماشي لو هو ما اتعالجوش او كده، دي بتبقى كومبليكيشن ليهم. حلو، بيروحوا يعملوا ايه بقى الحاجات دي؟ بيروحوا ياكلوا تمام اللاترال سيمي سيركل كانال اللي هي الهوريزونتال ماشي، بيروحوا ياكلوا اللاترال سيمي سيركل كانال. فلما ياكلوها طبعا ده هيأثر لي ايه على السمع تمام، هيأثر على السمع يعمل لي ايه؟ مش احنا عندنا فاكرين لما كنا واخدين الاكيوت سيربيتيف اوتيتس ميديا، مش فاكر الشابتر الكام بس كنا واخدينه يعني، ان هو يعمل لي كوندكتيف هيرنج لوس تمام. تمام، وطبعا احنا قلنا ان هو هيروح يأثر لي على ايه؟ على اللاترال سيميسيركال كانال. اللاترال سيميسيركال كانال دي مين؟ هتبقى سنسوري اصلا، سنسوري نيورو هيرنج لوس. فكده اصلا المرض ده عباره عن ميكسد. تاني احنا عندنا الاكيوت سيربيتيف اوتيتس ميديا بيسبب لي كوندكتيف هيرنج لوس تمام. تمام، لكن السيرس والسيربيتيف لابرنسايتس ده المفروض ان هو ده كومبليكيشن ليهم، كومبليكيشن ليهم يعني هو مرض تاني تمام. فده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي سنسوري نيورو هيرنج ايه لوس، عشان خاطر بيروح ياكله في الايه في السيمي سيركل كانال، اللاترال سيمي سيركل كانال. فده كده عشان لما يجي يسالني ايه هقول ان ده ميكسد، عباره عن الاثنين، عباره عن كوندكتيف وسنسوري تمام. اللي بيشن ده بيعمل ايه؟ اغلب الوقت قافل عينيه عشان خاطر يبدا يمشي الشعور بتاع الفيرتيجو ده ماشي، وبرده قلنا بيأثر على السمع تمام، هيلينج لوس تينيتس عشان خاطر بيروح بيروح ياكل اللاترال سيمي سيركل كانال، وكمان عنده فيرتيجو ونيوزا فوميتنج الحاجات دي كلها. هيماتوزوناس و منينجونيك لابرنسايتس علينا ماشي. ده عبارة عن ايه؟ بيبقى فيه بلاد بورن انفكشن ماشي، فيروس ماشي زي الميسلز المامبس انفلونزا الحاجات دي كلها. بتروح طبعا على الدم، ولما تروح على الدم تبدأ ايه تدمر لي اللابرنس، تعمل لي التهاب فيها هناك تمام. ممكن يكون يوني لاترال او باي لاترال، لو هو يوني لاترال بيبقى بسبب مامبس يعني، لو يوني لاترال ده بيبقى بسبب مامبس، او باي لاترال لو بسبب ايه الانفلونزا او الميسلز تمام. برضه بيجي له فيرتيجو ونستجماس نفس الكلام. وطبعا هو طبعا هو لابرنس عامه لازم يعمل لي سنسوري نيورال هيلينج روس، لازم طبعا هو راح ياثر لي على الاذن الداخليه لابرنس، يبقى ايه سنسوري نيورو هيلينج روس. بس كده اتمنى اكون ما طولتش فعلا نص ساعه. لا تمام يعني، شكرا.